هو ليه بيحصل كل اللي اتكلمنا فيه في فقرة حائط صد؟ هقول لك، ولكن بالعقل. لو شفت النهارده الأهلي وهو نازل الملعب في أول مباراة في الدوري الممتاز الجديد وعلى ظهر راعي جديد، أنا طب أقول إيه؟ أقول إيه؟ مهما تحاول أن تضرب أخبار تهز بها استقرار النادي الأهلي، ها؟ مش هتعرف. الأهلي ماشي في كل الملفات ومركز في شغله. لما نشوف الرعاة في هذا الموسم والنجاح الكبير للشركة المتحدة وللنادي الأهلي في تسويق حقوق رعاية الفريق، هنعرف ليه في ناس بتحاول إن هي تهز استقرار النادي الأهلي. الأهلي بيشتغل وبينجح وبيطلع لقدام وباصص للمستقبل، مستقبل فقط. حطينا شاي، أنا بشربه بالمناسبة، بشرب شاي. حطينا الشاي تاني وراعي. خلي بالكم الموضوع انتهى بقاله أقل من 24 ساعة، ولكن لأنه أولى مباريات الدوري لازم أبقى موجود على ظهر النادي الأهلي، شركة ليبتون، شاي ليبتون. حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة جدا. شايفينها ولا مش شايفينها؟ إيه رأي حضراتكم؟ راعي خامس مش عارف، ولا سادس ولا سابع ولا مش عارف الحقيقة. هنعد، عايزين نعد على ايدينا، واحد اتنين تلاتة اربعة واتنين على الكتفة، دي ستة. يا مسهل يا رب. احنا عايزين النادي الاهلي التيشيرت بتاعه تبقى كلها رعاة. وللأسف هناك البعض عشان مش قادرين يحققوا نفس هذا النجاح اللي النادي الاهلي بيحققه، بيحاولوا يصدروا مشاكل للنادي الاهلي ويطلعوا اشاعات على النادي الاهلي وصفقات النادي الاهلي. خلي بالكم موضوع امام عاشور لم ينتهي ولن ينتهي. يعني ايه؟ يعني السنه كلها هتلاقي الكلام اللي حصل من اول امبارح. لكن كل جمهور النادي الاهلي فاهم اللعبه دي كويس، وعشان كده بيدعم لاعبته وفرقته وسايب الرد دايما يكون في الملعب. وده اقوى رد على كل الاشاعات اللي بيطلعها البعض، لانه في النهايه الرد بيكون بالنجاح، بالانتصارات في الملعب. ومهم جدا جدا نعرف راعي ان هناك راعي جديد بينضم للنادي الاهلي في هذه المسيره الكبيره جدا والطويله جدا. وبالمناسبه الامور لم تنتهي. يعني ايه يا عم اسلام الامور لم تنتهي؟ يعني الفتره اللي جايه من الممكن جدا ان حضراتكم تلاقوا رعاه جدد بينضموا للرعاه الموجودين الان على تيشيرت النادي الاهلي. ليه؟ عشان النادي الاهلي ده نادي فاشل؟ عشان الاهلي ده عنده امام عاشور بيتخانق مع الشناوي؟ عشان النادي الاهلي عنده كهربا مخصوم منه 100,000 جنيه على السوشيال ميديا بس، وخناقه امام والشناوي خناقه في خيال المؤلف فقط، واصل النادي الاهلي هو ده؟ لا طبعا، كل ده غلط. كل ما هيكون الهجوم زيادة احنا هنطلع نرد، والجمهور هيطلع يرد، واللعيبة هتفضل مركزة في الملعب، والإدارة هتفضل مركزة مع الشركة المتحدة اللي أنا بشكرها جدا جدا على هذا المجهود الكبير في تسويق حقوق رعاية النادي الأهلي، وهذا النجاح الرائع والكبير في هذا التسويق المحترم الحقيقة لهذا النادي. اسم النادي الأهلي يجيب، ولكن أيضا المجهود اللي بتعمله الشركة المتحدة واضح على كل حاجة الحقيقة. فبالتالي النادي الأهلي يظل دائما هو النادي الأفضل والأنجح، مش بالكلام ولكن بالانتصارات، سواء داخل الملعب أو على تيشيرت النادي الأهلي.